والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة، اجمعنا برحمتك مع ذوينا وأهلينا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن فقدناهم ومن سنفقدهم برحمتك في الجنة يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة 27 من رمضان هي مظنة ليلة القدر، هي مظنة ليلة القدر. ومظنة ليلة القدر تعني أنه أغلب الظن أن ليلة 27 هي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن. لكن الحقيقة لا بد على المسلم الداعي إلى الله، وهو أوجب الواجبات عند الله، الدعوة إلى الله، على المسلم الداعي إلى الله أن يفقه دينه، أن يفقه دينه. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. الحقيقة قرينا الحديث هذا، الدعاء هذا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس، ونقرأه فيه في الكتب: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن اللي تبين بعد أنه حتى حد ما وفقه في الدين إلا من رحم الله، ويشهد الله أني ما فهمت الكلمة هذه والدعاء هذا إلا وقت اللي قعدت عن سيدي محمد ولي الشعراوي، حط راسه، حط راسي على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين. وقتها باش بديت نفهم ايش معناها فقهه في الدين. هذاك علاش تشوف تطور كل شيء، كل شيء، خاطر مش هذا فقه الدين. فقه الدين لابد له من اولويات، لابد له من اولويات. اول الاولويات السمع والطاعه لله ولرسوله، اول الاولويات. ايش معناها السمع والطاعه؟ السمع والطاعه بكل بساطة تجرد من عقلك، تجرد من منطقك البشري، تجرد من عواطفك، تجرد من الإيديولوجيات متاعك. إيش معناها السمع والطاعة؟ السمع والطاعة يعني مش كل أمر يزمنا نبحث عن الحكمة متاعه. أنا حكمة تلوج عليها، أنا حكمة تلوج عليها. الله أمر والله لا يسأل عما يفعل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل: يا رسول الله لماذا أمرت؟ ولكن يقال له: السمع والطاعة لرسول الله. هل يلوج على الحكمة هذه؟ هل تعرف شنو الحكمة؟ هل تعرف شنو الحكمة أو غاية الحكمة؟ أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة لا إله إلا الله. رأس الحكمة هي أن تعلم أنه لا إله إلا الله. وما دام ثمش سمع وطاعة، والله إلى قيام الساعة وأنت تقول في لا إله إلا الله ولن تعلم أنه لا إله إلا الله. من نتائج وثمرات السمع والطاعة أن تكون حقيقا بالعبودية لله. هل الصفة هذه التي هي من أعظم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. والله لم ينل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة العبودية لله هذه تعالى بعد فضل الله وبعد منه عز وجل إلا بأخلاقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان على خلق عظيم، وأخلاقه وهو على خلق عظيم هذه مجتمعة في شيء واحد فقط: السمع والطاعة لله.
نقول في الدعاء في الأذان؟ إذا أذن المؤذن شو نقول؟ ما هو نعيد ما يقوله المؤذن هكا ولا؟ قال الله أكبر نقول الله أكبر، الله أكبر نقول الله أكبر، صح؟ والدعاء بعد نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، صح؟ نعيد وراء المؤذن. به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده سنة أخرى في إجابة النداء، إجابة الأذان. وقت اللي يقول المؤذن، وهو كان سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أشهد أن لا إله إلا الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أشهد وأنا أشهد وأنا أشهد ثلاث مرات. فإذا قال المؤذن وهو سيدنا بلال رضي الله عنه أشهد أن وأشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد وأنا أشهد مرتين. يشهد على ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشهد على نفسه أنه رسول الله؟ هل هذه هي الشهادة؟ لا، إنما شهد على طاعته لله، هو يعلم أنه رسول الله. تلوج على الحكمة، حكمة شنو تلوج عليها؟ وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بجنب بستان وشجرة طائحة كي لا يؤذيها النبي صلى الله عليه وسلم انحنى، وكان بجنبه سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود من الصحابة اللي السيقان متاعوا جويدة، حتى كانوا يضحكوا عليها الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من سيقان بن مسعود؟ والله إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. سيدنا عبد الله بن مسعود قصير جدا، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بجنب البستان وانحنى النبي صلى الله عليه وسلم باش ما يمسش الشجر. قالوا أصحاب الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطر طويل به، وسيدنا عبد الله بن مسعود اللي هو حبر الأمة، فاش قام ينحني؟ انحنى طاعة، ما لوجش على الحكمة، لوج على شنو؟ على الاتباع وعلى الطاعة وعلى الامتثال وعلى الالتزام، ما لوجش المنطق والعقل. نفخوا واشرب ماء، نفخوا واشرب ماء، إن هذا الدين لا يؤخذ بالعقل، يؤخذ بما أمر الله وبما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا علي لو كان هذا الأمر يؤخذ بالعقل لكان المسح على باطن الخف ملوط أولى من المسح على ظاهره. السمع والطاعة تنال العبودية، وإذا نلت العبودية لله سخر الله لك كل شيء، سخر الله لك كل شيء. السمع والطاعة تجرد من هذا، تجرد من هذا. راه وأكثرهم جاهلون، راه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. راه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، باللي باش تخدم مخك وعقلك ومنطق في الحكمة ماكش باش توصل حتى حل، بالعكس سوف تقع في مشاققة الله ورسوله كما قال الله تعالى ومن يشاق الله ورسوله، وسوف تقع في محادثة الله ورسوله كما قال الله تعالى ومن يحادث الله ورسوله، وسوف تقع في محاربة الله ورسوله وأنت لا تدري، ويقول الله تعالى ومن يحارب الله ورسوله، باش تقع فيهم ثلاثة باستعمال العقل. فأول أولوية السمع والطاعة، لذلك أول صفة من صفات المؤمنين سمعنا وأطعنا. اللي دخلوا في العقل والمنطق والبينة والجدال وين وصلوا؟ وصلوا سمعنا وعصينا، اللي هم اليهود واللي هم أهل الكتاب حرف. السمع والطاعة، السمع والطاعة لله ولرسوله، لله ولرسوله، هذه طوع. بماذا أمرنا الله وبماذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ريت الدين الكل محصور في حاجة واحدة بقى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية لله، والعبودية لله تكون بالسمع والطاعة. فإذا سمعت وأطعت سوف تكون داعية إلى الله شئت أم أبيت، وسوف تكون داعية إلى الله أطعت أم عصيت، لأن العبودية سوف تلتصق بك وسوف تتقمص تلك العبودية، فتجد نفسك جنديا في الدعوة إلى الله وفي سبيل الله رغم ذنوبك ومعاصيك وتقصيرك. نحكي على من الكل، مش واحد بك، نحكي على الكل. السمع والطاعة،
السمع والطاعة هي أول أولويات. فإذا سمعت وأطعت ستجد نفسك تلقائيا لا إرادية لا شعوريا تدعو إلى الله. فإذا وجدت نفسك تدعو إلى الله لا إراديا ستجد كل شيء مسخر لك، مسخرا لك. وقتها تعرف الحقيقة وفهم الدين الحقيقي والفقه. الله وعدنا في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. عنا قداش من مليار كلهم يقولوا نحن من الذين آمنوا، وربي قاعد يدافع عليهم الكل. الله وعدنا بالعزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هل المؤمنين تو عندهم عزة؟ كلمة الحق تتقال. الله وعدنا بالنصر، وهنشوف المسلمين منتصرين. الله وعدنا بالعلم، تشوفيهم علماء. الله وعدنا وعدنا وعدنا، وين الوعود؟ هذا ما فهم مالنا منها شيء تو في زماننا. علاش؟ لأننا أضعنا الأولوية الأولى وهي السمع والطاعة. أضعناها. فقه الدين مش هذا. فقه الدين مش كي تصلي كيفاش تصلي ولا كي تصوم ولا مناوقد الصلاة. فقه الدين أن تعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الأولى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واجب عليك. الثانية أم لم يعرفوا رسوله؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ أنك تعرف نبيك من هو، تعرف نبيك من هو. حقا عرفنا احنا نبينا شكون؟ للأمان عرفناه شكون؟ لا ما عرفناهش. لو كان عرفناه رانا غرنا على أمنا عائشة كما نغاروا على أماتنا. كان عرفناه رانا غرنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نغاروا على أصحابنا. لو عرفناه رانا غرنا على أهل بيته كما نغاروا على أهل بيتنا. لو عرفناه لا لم تثنى أمره. كان عرفناه لاتبعناه ولاقتدنا به ولاتبعنا أسوته. عرفناه؟ ما عرفناهش. حقيقة كما قال الله أم لم يعرفوا رسوله؟ ما عرفناهش، ما عرفناهش باش. قال لك بهذا بالمنطق بالعقل، يعني منطقك وعقلك خير من منطق النبي صلى الله عليه وسلم وعقل. وتعرف قل أنتم أعلم أم الله؟ نحن أعلم أم الله، نحن أعلم أم رسول الله، نحن أعلم أم أصحاب رسول الله. هذه الأولوية الثانية، سمع وطاعة لله ورسوله الأولى، والثانية أن تعرف نبيك. الثالثة أن تعرف المرحلة التي أنت فيها كي تعرف كيف تدعو إلى الله. إحنا في زماننا هذا الدعوة إلى الله مش قوم صلي، فمش واحد ما يعرفش الصلاة واجبة. الدعوة إلى الله ما هيش ما تشربش الخمر، فمش واحد ما يعرفش الخمر حرام. الدعوة إلى الله ما هيش، لا مش هذيك الدعوة إلى الله. المرحلة بتاعنا هذه امشي لأكبر سكير طو يعطيك فتوى في الخمر، طو يعطيك دروس في الخمر ويقول لك راني نعرف اللي هي حرام. امشي لأكبر واحد تارك الصلاة ويقول لك نعرف الصلاة واجبة. مش هذه المرحلة بتاع الدعوة إلى الله، مش الفقه. الدعوة إلى الله في مرحلتنا هذه هي العقيدة، هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. المرحلة هذه هي متاع أنك تتأدب مع الله ومع ملائكته ورسله واليوم الآخر، مع القرآن ومع كلام الله. كلام الله عمره ما كان دستور، كلام الله عمره ما كان كلام هكاك وضع قاله الله أو أنزله الله اعتباطا. كلام الله عز وجل عزيز، عزيز إلى درجة، إلى درجة أنك ما عندكش الحق باش تقول نسيت الآية، لأنه يعني مش أنت اللي نسيتها ومش أنا اللي نسيتها. إنما عزة القرآن أنستني الآية لأني لم أتأدب معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كذا، لكن فليقول أنسيتها.
نسيت تقولها على حاجة تبع أمور الدنيا، كما قال إنما أنسانيه الشيطان وأنا أذكره. أما القرآن أنسيته، ومن أنساك في القرآن؟ الله، الله حاشاه. إنما أنساه قلة الأدب مع القرآن، اللي هي عزة القرآن في الأخ. القرآن عزيز إلى درجة أنك ما تجوش تقول عليه نسيته. مش تقول نسيت رئيس، نسيت كذا في بلاصة الفلانية، ولا نسيت شكون، ولا شخصية عظيمة. القرآن أعز، القرآن خالق وليس مخلوق، القرآن من ذات الله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. عزيز إلى درس ما تنجوش تقول نسيت، ما عندكش الحق مش تقول نسيت القرآن آية أنسيتها. الأدب الحاجة الرابعة، الأولوية الرابعة هي أن تعرف أعداءك حقيقة، أن تعرف أعداءك. من هم أعداؤك؟ تجوش تعبد ربي، تجوش تكون عبد لله وأنت لا تعرف أعداءك. ومادام ما تعرفش أعداءك، مادام ثم عدو واحد، بداش عدو من جملة ألف عدو، 999 عدو الكل تعرف، واحد بركة ما تعرفوش، فأنت لست بمنجاة من أن تكون عبدا لذلك العدو الذي تشهده. معناتها العمودية فيها فيها شك، معناتها ما زلت مخلط، لازم تعرف أعدائك من الشريط الكل. فإذا عرفت أعدائك أصبحت تميز السقيم من الصحيح، والعليل من السليم، والصدق من الكذب، والتزييف من الحقيقة. تاريخ نتاعنا كله غلط، تاريخنا كله غلط غلط، نقولوا لخو غلط، تاريخ تبناه غلط. في العالم الإسلامي والعالم العربي وكل دولة تاريخ كله من أصله غلط، كذبوا عليكم إلى درجة أنه أعطاوكم أسماء متاع شياطين، أوهموكم أنهم أسماء متاع أنبياء. قالوا لكم إسرائيل نبي، إسرائيل الله يلعنه، إسرائيل راهو شيطان، وانتم تقولوا لكم راهو إسرائيل هو سيدنا يعقوب، حاشاه سيدنا يعقوب، إسرائيل راهو شيطان، عمره ما كان نبي. يا أخي مش تهبلونا يا أخي، توا اليهود اللي ذكرهم ربي في القرآن قتلة الأنبياء وأعداء الرسل، باش يقوموا يعملوا وطن باسم نبي؟ هذا العقل مش قال لكم؟ ولكن لأنه بعدنا على القرآن، بعدنا على الدين، بعدنا على ألفاظ القرآن، بعدنا على الأدب مع القرآن، ولينا نقرأ الآيات اللي فيها إسرائيل وما ننتبهوش وما نوجوش كل هو إسرائيل. زيفولكم التاريخ ودخلولكم أحاديث مقلوبة وقالوا لكم برشا حكايات غلطة، وقالوا لكم دع الخلق للخالق. دع الخلق للخالق، واش عملنا في الدعوة؟ دع الخلق للخالق، قل لي ما تسبوش أو ما تحكيش معاه. دع الخلق مالا يا خويا، كي واحد يضربك يسب لك أمك يهينك مش عارف أنا يعتدي عليك، دع الخلق للخالق يا ربي يهديه، علاش أنت قايم تتعارك وتصيح وهكا ولا اش قام الدعوة؟ ودع الخلق للخالق، ولا دع الخلق للخالق هذيك في أمور الدين، أما في أمور الدنيا تولي حرب. قالوا لكم ما ترك الأوائل للأواخر شيئا، معناتها انتهى فضل ربي، انتهى مع الأوائل، والآخرين اللي جايين هكاك. لا يا سيدي، الذين فقهوا الدين حقيقة كما سيدنا عمر بن الخطاب، ما قالش ما ترك الأوائل للأواخر شيئا، إنما قد دعوا هذه الآيات، فإن لها زمانا سوف يخرج الله لها رجالا. هذه الأولوية اللي بعدها، الأولوية اللي بعدها هي أن تعرف قدر الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت نبيك؟ عرف المحيط متاع نبيك، عرف الفلك اللي يدور حول النبي متاعك باش توصله. جوش تخلط للنبي متاعك وتتجاوز أصحابه وتتجاوز المداخل متاعه
واسراره والبيبان بتاعه تنجمش. تيجي جرد رئيس ولا ملك في الدنيا، سامحوني في الكلمه، ما يسواش باش تخلط له. قداش من اداره تتعدى، وقداش من شاوش، وقداش من عساس، وقداش من واحد بتاع باركين باش تخلط له. وشوف تخلط شوف لا، فما بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلطوه. بعد يجي يقول لك لا، بين الله وبين العبد ليس هناك واسطه. اذا بتخض هناك واسطه، تحب ولا تكره، كيما الدنيا بالمعارف، حتى الاخره بالمعارف، حتى الاخره بالمعارف، لانه كالشفاعه اللي نحكيو عليها تلك معرفه، هي هذيك ام لم يعرفوا رسولهم، هذيك هي المعرفه، ام لم يعرفوا رسولهم. الشفاعه هذيك كيما الدنيا بالمعارف، حتى الاخره بالمعارف، الاخره بمعرفه الله، بمعرفه رسول الله، بمعرفه اصحاب رسول الله، بمعرفه القران، بمعرفه الحديث، كلها معارف. ماشي الدنيا بركه بالمعارف، حتى الاخره بالمعارف، والاخره ومش الدنيا بالشفاعه، حتى الاخره بالشفاعه، كلها بالمعارف. قلت ما تتخذش واسطه، اتخذ واسطه، اتخذ واسطه. فهمني؟ قلت ليه ليس بيننا وبين الله واسطه. يا سيدي رسول الله واسطتي، احب من احب وكره من كره، وابتغ اليه الوسيله. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه. اتي سيدنا محمد شنو؟ وبعد يقول لك ما عندناش وسيله، والدعاء هذا شنو نعملوا فيه؟ شنو نعملوا فيه الدعاء هذا؟ طيشوه. ها؟ وربي قال وابتغوا اليه الوسيله، زاد طيشوه. هذه الاولويه اللي بعد، والاولويه الاخرى العزه بالله. العزه بالله. قال الامام الجنيد السالك رحمه الله فيما اذكر، فيما اذكر، قال لا تستوحش طريق الحق لقله السالكين فيه. يعني كي تشوف طريق الحق فيه شويه ناس، ما يمشيش في بالك اللي هو موحش وطريق غلط ولا صعيب ولا كاسح، فان طريق الضلاله اكثر استيحاشا. وهم كثرة شرطها في القرآن، لكن أكثرهم يجهلون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، ديما أكثرهم متخذين. والقلة كما فئة قليلة غلبة، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. مش الفائدة في الكثرة. قالك شنو الشنقة مع الجماعة خلاعة، تشنق وحدك، تشنق وحدك. اللي تشوفيه توا شنقة ما تعرفش حقيقتها، هذه كانت تحط في القبر وحدك. لو تعرف معناها الشنقة مع الجماعة خلاعة، لو تعرف هاو الناس تيعملوا خليني نعمل، تو وقت تدخل للقبر وحدك تو تفهمها، تو ما تفهمهاش. مرة في جامع الزيتون، ما زلت نذكرها تو، نقرا في متى من عشر، وانا ما زلت وقتها حتى قبل ما نمشي الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، ما زلت نقرا متن ابن عاشر. متن ابن عاشر راهو طريف، ماهوش صعيب في الحفاظه، حفاظه ما اصعب منه، حفاظه المعلقات نتاع الشعر الجاهلي اصعب من متن ابن عاشر. متن ابن عاشر نحاول نحفظ، نقرا 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 لحب يدخل مخي، والله ما حفظت كان البيت الاول، وحتى البيت الاول ننسى فيه. وانا نقرا في ماذا نحفظ مع جماعه، مع الصغار، مع الاولاد في الكتاب تاع جامع الزيتونه، وجاء سيدي محمد الشيخ الليفي الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. يغزر لي هما فايتين وانا مانيش قادر نواكب. قال لي جميل، قلت له سيدي ما نجمش نحفظ، راني عامل مجهود ما نجمش نحفظ. نتذكر قال البابا الله يرحمه، الله يرحمهم الكل، امين، قال لهم ولدك ماهوش نتاع فقه، وزمانه ماهوش هذا، وماهوش بتاع الفقه، ما عادش تحكي له في الفقه. هذاك علاش تشوفوا فيا الفقه راني ما ندوش بيه وما نحبش نحكي فيه. نعم حتى كتب الفقه غالطه راهم تقراوا فيها، والله كتب الصفراء غالطه، والله. سامحني يا عم ابراهيم، حتى الطريقه غلطه راهو اللي بابا حكاه، هذيك راهي مجرد تمهيد مقدمات. ما تعرف الاوراد نتاع سيدي محمد التيجان، سيدي احمد التيجان الله يرحمه، ها الحقيقيه حرفه راهي مش هذيك، وموجوده الحقيقيه كيما ورا سيدي بن حسن زاد، الحقيقيه
موجوده، ما مش نعملوا فيها اصحاب الطريقه الشاذولي، لانه علاش تحرفت وقت احنا بعدنا عن ديننا وعن ادبنا، ما فقناش بك التحريف هذاك، فقناش بيه بسبب شنو؟ ما فقناش بيه بسبب الاتباع بغير السمع والطاعه، نتبعوا ولكن انا ما ثمش فقه نتاع السمع والطاعه شكو ذاك. اللهم فقهه في الدين، ما فهمناهاش، ما نعرفوهاش، ما نعرفوهاش. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو في المدينه المنوره، خذا مشى خذا كتب نتاع التوراة نتاع اليهود يقرا فيها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. أنا مش مستحق للتوراة والإنجيل باش نقراهم باش نعرف شنو فيها، مش مستحق للكتب نتاع المستشرقين باش نعرف شنو فيها، مش مستحق باش نعرف أنا تاريخ ألمانيا وتاريخ فرنسا وتاريخ اليهود باش نعرف شنو نعرف كيفاش نحاربهم. انا مستحق اني كي نقرا القران قال ربي ما فرطنا في الكتاب من شيء على شرط تلتزم الادب مع كلام الله، باش تفهم كلام الله تصلح مسار التاريخ وتصلح الاخلاق وتصلح التزييف والتدليس وتصلح كل شيء اللي صار. عندنا اقدم جامع، اقدم جامع في تونس بني، هو مسجد صغير، مسجد الصحابة اسمه، التو مازال اسمه مسجد الصحابة. وين سي يوسف؟ مسجد العباس. مسجد العباس، تعرف وين هو؟ القصري. تعرف علاش اسمه مسجد الصحابة؟ بناه الصحابة. بناه سيدنا الحسن والحسين أبناء سيدنا علي، وبناه سيدنا عبد الله بن عباس، وبناه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، العباد السبعة من الصحابة ومعهم سيدنا الحسن والحسين وكثير من الصحابة ومعهم سيدنا أبو لبابة ومعهم سيدنا أبو زمع البلوي، هم اللي بنوا المسجد هذايا. هل حكاو لكم عليهم؟ تعرفوا حكاو لكم عليه؟ يحكي لكم على عليسة الأسطورة اللي ما فماش، يحكي لكم على حنا باع لميلة يغرطة، يحكي لكم على حنا شو اسمه هو الحروب البونية، حكاو لكم على الفتوحات. قالوا لكم تونس بلاد نفاق، عليه فتوحات صارت هما يخرجوا وهما يكفروا، هذا اسمه كذب تدليس للتاريخ. تونس صار فيها فتح واحد بركة، ما صارش فيها فتوحات. انما الحقيقه ان وقت اللي صار الفتح الاولاني تركوا جنود للحمايه غادي كحي راسه، ولكن كان الروم على الاطراف، يخرج جيش المسلمين يهجم الروم، يرجع جيش المسلمين. فالحكايه مش في الشعب هو اللي نافق، هو فتح تونس صار مره واحده بركه، ما صارش برشا كما يزعموا. قول لكم ابن خلدون قال كيفاش وافق او نافق أو غدر، يعني ابن خلدون الإمام العالم الفقيه التقي عالم الاجتماع باش يقول كلمة متاع خرافة كيما هكا، كيفاش يبنيو لكم شخصيتهم كيما هما يحبوا، كيما هما يحبوا. علاش؟ لأنه أفقدوكم الشخصية متاع الدين، شخصية المسلم، شخصية العزة بالله، العزة بكتاب الله. يسطروا لكم التاريخ، يسطر لكم كل شيء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المطلوب أن نبعد عن التهوك هذا اللي هو إيش معنى التهوك؟ التهوك هو الاضطراب والحيرة، واحد مش عارف صحيح من غلط وداخل بعضه وملزوز باش يقرأ تاريخ متاع البيداغوجيا الغربية والمقررات الغربية. مستشرقين اللي عمرهم لهم من جلدتنا، لهم من لغتنا، لهم ثقافتنا، لهم تاريخنا، يجوا يفسرونا في القرآن ويحكوا لنا على تاريخنا على جنودنا ويقول لكم بربر. اللي ما يعرفوش المتخلفين هذوما انه البربر قبيله من قبائل اليهود في تونس كما بني النضير وبني قريظه في الحجاز، مالناش بربر، نحن أبناء الصحابة وأبناء وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرنا ما كنا بربر. البربر هم بنو إسرائيل حقيقة. تحبوا تعرفوها أنه بني قريظة وبني النضير وبني القينقاع كما هما قبائل
متاع يهود في الحجاز، عندنا قبائل يهود في المغرب العربي، واكبر قبيله فيهم هي قبيله البربر، كما ثم الغجر في بلايص اخرين، اكراد في بلايص اخرين، كلها قبائل يهوديه. راهو الحصار اللي صار في العالم الكل هذا، مش انا هذه كلها تشوف فيها انت قوميات قوميات، هذا مخطط اليهود. وانت ماشي في بالك انكم عرق وحدهم، هذوكم عرق وحدهم. لا يا بابا، لا يا بابا، مش صحيح. سؤال واحد بركه، الكنيسه نتاع الغريبه، الغريبه في في جربه، اقدم كنيسه على وجه الارض لليهود، ولا انا غلط؟ على وجه الارض لليهود، شو مجايبها في جربه في تونس؟ وهي التي يحجون اليها، وما يحجوش البيت المقدس كما يزعم. شو مجايبها لتونس؟ بركه مطلوب خدم هذا، ماك تحب الحكمه؟ خدم هذا. لهنا ما يدخلش الحكمه، لهنا تدخل المؤمن كيس فطن، كيس فطن. عدي على الغربان، قال ربي وما اختلفتم فيه من شيء فردوه لشكون؟ الى الله ورسوله. في شيء مهما كان يتعلق بالتاريخ، بالطب، بالجغرافيا، بالفيزياء، بالعلوم الكواكب، بالعلم الغيب، بعلم الحاضر الماضي المستقبل، كل شيء اختلفتوا فيه، اجا رجعوا كامل. قالوا لكم سيدنا علي وسيدنا معاوية اختلفوا على خاطر السلطة، ها؟ وصارت فتنة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية وتعاركوا على خاطر السلطة، يعني رجال شهد فيهم الله أنه رضي الله عنهم واختارهم ربي واختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي، وشهد ربي فيهم أنهم رجال وأنهم تركوا الدنيا وأنهم تخلوا عن الدنيا. أقنعوكم بكل بساطة أنهم تعاركوا على خاطر كرسي، وهو يشهد الله وانا اشهد ورسول الله يشهد، اللي سيدنا عمر بن سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا علي معاويه بن سفيان لم يرفع احدهما سيفا على اخي. وانا اشهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على هذا. ولم يرفع صحابي سيفا على صحابي، وانا اشهد ورسول الله يشهد. تاريخ كله مدنس. هذه الأولويات متاعنا، العزة بالله، العزة بالله، تخركمش الكثرة فإن الكثرة هلاك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقلة هي المحمودة والمشكورة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، آمين، وأن يعلمنا التأويل، آمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، آمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، آمين. فقهنا في ديننا، آمين، وعلمنا ما جهلنا، آمين، وانفعنا بما علمتنا، آمين، واغفر لنا فيما مضى، آمين، من جهلنا، وعلمنا ما يصلح حالنا وأحوال أولادنا وذرياتنا إلى يوم الدين. آمين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين.